بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. النهارده هيكون محطه جديده في مسيره النادي الاهلي في الدوري الممتاز بمواجهه نادي المقاولين العرب في الاسبوع ال 34 من الدوري الممتاز. حد يسالني يقول لي الاسبوع ال 34 يعني ده الاسبوع الاخير؟ ايوه هو ده الاسبوع 34 المفروض ان ده كان يكون الاخير، ولكن النادي الاهلي ليه ثلاث مؤجلات غير الماتش ده. وطبعا احنا عارفين ان دوري حسمه النادي الاهلي بدري قبل نهايه المسابقه بخمس جولات وقبل مباراه القمه الاخيره اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-4 او 4-1 عشان 1-4 دي، بس خليني عشان ايه هتكلم بعد كده فيها. واللي من وقت ما انتهت المباراه لحد النهارده بنسمع حاجات غريبه جدا 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 وحاجات كوميدي يعني حدث ولا حرج، ولكن هكلمكم على حاجات على بعض منها، لان بصراحه البعض الاخر او الحاجات الثانيه يعني عيب ان احنا نتكلم فيها في قناه النادي الاهلي لان فيها استخفاف بالعقول. طبعا الغرض منه طبعا احنا كلنا عارفينه ان احنا بيودوا الجماهير في حته ثانيه او في اتجاه معين على نظام ايه بقى. بص العصفوره فين، يعني عايز يبعدك عن اي حاجه ولكن حاجه ما تخشش الدماغ ويعني تضحك مش وتبكي. والله تبكي، يعني تبكي على حال الاخ اللي بيقول كده او حال الناس اللي بتقول كده.